منصة منتدى شباب العالم اللي موجودة في المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ عقدت مجموعة من الجلسات وورش العمل، كان بينهم جلسة بتتكلم عن أهمية الوظائف الخضراء. شوفوا الاسم، أهمية الوظائف الخضراء، واللي بتجعل إنتاج المؤسسات أكثر صداقة للبيئة وبتساهم أيضا في دعم التكيف مع أثر تغير المناخ. مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ شهد عدداً من الجلسات وورش العمل على منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء. إحدى الجلسات التي أدارتها نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر بمكتب منظمة العمل الدولية ناقشت أهمية الوظائف الخضراء، وتطرقت إلى ضرورة زيادة الوعي حول الوظائف الخضراء وتطبيقها بمختلف القطاعات والمجالات بجميع دول العالم، مشيرة إلى أن وظائف أي قطاع اقتصادي يقدم خدمة أو منتجاً تعمل على الوصول إلى عالم أكثر استدامة وتساهم في حفظ واستعادة جودة النظام البيئي وجعل عمليات إنتاج المؤسسات أكثر صداقة للبيئة، وذلك للحد من الآثار البيئية للمشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستعادة النظم البيئية والتنوع البيولوجي ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ. وركزت فعاليات الجلسة على جهود الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقديم العديد من الحوافز للقطاعات الصناعية المختلفة لدعمها وتشجيعها نحو التحول إلى الأخضر، وذلك بالإضافة إلى تقديم تدريبات تقنية على أيدي خبراء لزيادة وعي المواطن المصري.